مشاهدينا الأعزاء، تحياتنا لكم، أسعد الله صباحكم عن جديد. ما زلنا مستمرين معاكم عبر موقع طقس العرب ببرنامج جوك، جو الغلمين جميعا. وسام الجيتاوي معاكم على الهواء مباشرة حاليا بحلقة جديدة، ويعني زي ما شفنا استعرضنا طقس اليوم مع زميل محمد الشاكر، وأيضا كان زميلنا عامر الطحف معنا بجولة من يعني طريق عمان أصلا. حاليا بعيدا شوي عن يعني الطقس، زي ما بنعرف امبارح كان بصادف يوم المرأة العالمي، وعشان هيك يعني معنا على الهواء مباشرة حاليا ضيفتنا السيدة رايا المومني، ناشطة بحقوق وقضايا المرأة ومقدمة برنامج جلاديولوس وعضو في مبادرة الجيل الشاب. ست رايا صباح الخير. صباح الفل، يا أهلا وسهلا. الله يسعدك. بداية منرحب فيك أكيد ببرنامجنا ونقول لك الله يسعد صباحك. ويعني قبل ما ندخل بالموضوع بنحكي فيه، أنا لفتني اسم جلاديولوس، يعني إيش هو هذا الاسم؟ وبحب كمان تعرفي أكثر المشاهدين على نفسك، تفضلي. أوكي، صباح الخير، وصباح الخير لكل حدا عم بسمعنا حالياً، وبتمنى الكل يكون بصحة ممتازة. وأكيد بحب أعيد على كل نساء العالم ونساء الوطن العربي بمناسبة 8 آذار اللي هو يوم المرأة العالمي. فبداية الموضوع، هلا أنا رايا المومني، بكالوريوس، مخلصة بكالوريوس دراسات تنمية من جامعة فيلادلفيا، ودراسات الماجستير تخصص المرأة من الجامعة الأردنية، وحالياً عم بتطوع بمبادرة اسمها الجيل الشاب، وبقدم وبعد برنامج اسمه جلاديولوس. هذا البرنامج بيعني بقضايا المرأة والجندر بشكل عام، طبعاً بطريقة علمية أكاديمية بعيداً عن التحيز والرأي الشخصي. هلأ من وين طلعت كلمة أو مصطلح جلاديولوس؟ هلأ جلاديولوس هي نبتة عبارة عن زهرة، كيف إحنا بنحكي مثلاً الياسمين أو السوسن السوداء أو الزنبة، جلاديولوس هي نوع من أنواع الزهور، شكلها كتير حلو ومعناها كتير حلو، فعشان هيك اخترنا، حسيناها أقرب لشخصية المرأة القوية اللي عندها إصرار واللي عندها يعني اللي عندها قوة وعندها جمال، عشان هيك اخترنا اسم جلاديولوس للبرنامج. 100%. امبارح يعني سترايا كان في عندي سؤال سألناه للمتابعين، خلينا نحكي شو هي أو سبب وجود ما يسمى بيوم المرأة، في قصة معينة لهذا الشيء؟ في سبب معين أنه تم اختيار يوم بالسنة اللي هو 8 آذار لوجود يوم خاص اسمه يوم المرأة؟ طبعا أكيد. نعم. لا، كل قضية بتخص المرأة في إلها قصة، وهاي القصة نابعة بالأغلب نابعة عن معاناة. هلأ مسألة المرأة هي مسألة قديمة وحديثة بنفس الوقت، لو بدنا نحكي عن مسألة المرأة بشكل عام. هلأ قديمة ليه؟ لأنه لما انخلق الإنسان، وهي قضية المرأة بين مد وجذر وبين أخذ وعطاء. فالتاريخ بيحكي أنه المطالبات النسوية مثل ما إحنا بنعرف بلشت من عند الغرب، بعدين جديد أصلاً وصلت لعند العرب، يعني بنقول قبل 30 سنة 40 سنة هيك إشي. هلأ كيف بلشت؟ وليش صار في عنا بالآخر يوم المرأة العالمي؟ هلأ بلشت عن طريق موجات، إحنا بنعرف إنه اسمها الموجات النسوية الثلاث، هي بمثابة دستور لتاريخ نضال النساء في العالم. إحنا كمان برضو يمكن بتعرفوا إنه الموجات النسوية أول موجة اسمها الموجة النسوية الأولى، اللي طالبت فيها المرأة بحقها في الاقتراع، حقها في الملكية، حقها في التعليم، ومن هاي الأمور. بعدين صارت عنا الموجة النسوية الثانية، إجت لحتى تكمل مطالبات المرأة في اللي ما قدرت توصل لها بالموجة النسوية الأولى. فالموجة النسوية الثانية طالبت بحق العمل والعمال، وطالبت بإعادة تشكيل الصورة النمطية للأنوثة بشكل عام. هلأ في تفاصيل كتير يعني داخل الموجات النسوية الأولى والثانية والثالثة، بس إحنا مش رح نتطرق لهم هلأ. بعد ما خلصت الموجة النسوية الأولى، جديد قبل تقريباً 50 نقول أو 60 سنة، طلعت عنا الموجة النسوية الثالثة بالعالم وبالعالم الغربي، وقبل 20 سنة بالتسعينيات تقريباً إجت لعنا بالوطن العربي. إيش بتعمل هاي الموجة النسوية الثالثة؟ الموجة النسوية الثالثة هون بتطالب بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. على إثر هاي الموجات أو هاي الموجات بشكل عام، بلشت الدول وبلشت القوانين والدساتير تتجه لحتى تنصف المرأة وإنها تعطيها حقوقها. ليش؟ لأن العالم بلش يقتنع قديش المرأة وجودها مهم وقديش بيأثر على تنمية البلد، لأنه هي بتدخل
في الاقتصاد، بتدخل في إنشاء جيل جديد متعلم مثقف قادر على إنه يواجه تحديات الحياة. طب هلأ لو بدنا نسأل حالنا إنه شو دخل هذا باليوم آذار 8 آذار اللي هو يوم المرأة العالمي؟ هلأ خلال هدول الموجات النسوية الثلاث وبالتحديد بمنطقة نيويورك، مدينة نيويورك، يعني نقول تقريباً من قبل 165 سنة للآن، النساء طلعوا على الشوارع لحتى يحتجوا على المعاملة السيئة اللي كانوا يتعرضوا إلها داخل العمل، وبالأخص كانت المرأة بهداك الزمان مشهورة بعمل المصانع، فكانت نسبة النساء اللي بيشتغلوا بالمصانع أكبر من نسبة النساء اللي بيشتغلوا بالقطاعات الثانية، وإحنا بنعرف قديش عمل المصانع صعب ومتعب ومرهق للمرأة بالوقت الحالي، مع وجود القوانين اللي بتحميها، مع وجود وعي المرأة نفسها ووعي المجتمع لقوانين صحيح. حقوق المرأة. صحيح. فكيف انت تخيل انه كيف كانت زمان قبل ما يكون، ما كان يكون في هاي القوانين اللي تحميها، فكانت المرأة تتعرض للإهانة، تتعرض للتمييز والاضطهاد والتحرش، وحتى كانت كمان تشتغل ساعات أكثر من ساعات الرجل، بس بالمقابل كانت تاخذ اجر اقل من اجر الرجل. فهون النساء استاءوا وخلص بطلوا يتحملوا، فطلعوا على الشارع، وكانت يعني مظاهرتهم كانت سلميه، هم عم بطلبوا السلام، فحملوا بايدهم ورد وبالايد الثانيه حملوا خبز، وهذول رمزين، الورد بيرمز للمعامله الحسنه والسلام، والخبز بيرمز للحاجه الى العمل، يعني انا بدي اشتغل عشان اقدر اكل واقدر اعيش. هلا بعدين على مر السنين تكرر هذا المشهد أكثر من مرة، وأول مرة احتفل العالم باليوم المرأة العالمي هو كان 19 آذار مش 8 آذار. فإحنا تمام. بنسأل إنه ليش طيب 8 آذار، شو السبب؟ هلا بقول لك شو السبب. هلا كانت نساء أوروبا وألمانيا والنمسا حكينا إنهم طلعوا، كانوا يطلعوا عشان يتظاهروا لهذا اليوم، تمام؟ تزامنا مع الحرب العالمية الأولى، نساء روسيا طلعوا عشان يحتجوا ضد الحرب العالمية الأولى. فنساء أوروبا وألمانيا والنمسا وغيرهم سمعوا بنساء روسيا واتحدوا مع بعض. فهلأ لما اتحدوا مع بعض وطلعوا على نفس المطلب كان 8 آذار. فمن هذا المنطلق إجت الأمم المتحدة وقالت إنه خلص يوم المرأة العالمي هو اليوم 8 آذار، لأنهم النساء العالم الغربي اتحدوا على هذا المطلب. 100% رايا. هلا احنا عم نحكي كنا بجوز عن حقوق المراه، خليني اركز بهاي النقطه، بتمنى يكون كان معنا وقت اكثر نحكي باكثر من نقطه، ولكن انا بدي اركز على نقطه ب 2021 حاليا وباخر سنين. تقييمك بشكل عام لوضع المراه داخل العمل، هل ما زالت المراه بتتعرض لضغوطات داخل العمل؟ هل ما زالت المراه بتتعرض لتحرش داخل العمل؟ كثير صعوبات بتواجهها المرأة بعالمنا العربي بالتحديد، شو رأيك بهذا الموضوع؟ وين وصلنا بهذا الموضوع خلال هاي الفترة اللي احنا موجودين فيها؟ أكيد يعني إحنا وصلنا لمرحلة إنه المرأة نفسها صارت واعية لهذا الإشي، وبأغلب الأحيان ترفض هذا الإشي. هلا يعني مثل ما بدنا نيجي نحكي إنه نساء العالم أو نساء الوطن العربي، بالوطن العربي أصلاً كمان جديد إنه هي قدرت بسبب المطالبات وبسبب الضغط اللي عم تعمله المرأة على المجتمع إنه قدرت إنها توصل لحتى تتساوى مع الرجل بالأجر، عرفت كيف؟ بس هلأ معاناتها أخف بكثير من معاناة زمان قبل. فكل طبعا ما عم بيزيد الوعي، كل ما بيزيد التثقيف في المجتمع بشكل عام، فصارت المرأة توصل لمرحلة إنه هي قادرة إنها تنخرط بجو العمل وتنخرط مع الذكر داخل بيئة العمل. حتى برضو كمان يعني عم نشوف أو بنلاحظ إنه الذكر نفسه عم بدافع عن المرأة، ويعني بيوفر لها بيئة عمل مناسبة وملائمة لإلها. 100%. طيب أنا يعني قبل ما أختم معاك هيك رايا، بحب بهذا اليوم وبأنك ناشطة حقوقية بمجال المرأة وقضايا المرأة، نوجه كلمة هيك لكل السيدات اللي عم بتابعونا حاليا قبل ما نختم. أنا بحب دايماً بصراحة أحكي لكل نساء العالم وبالأخص لنساء الوطن العربي، ما تستني حدا ينقذك،
ما تستني لا أهل لا قانون لا أي إشي. أنت إذا تعرضتي لإشي أنت دافع عن حالك، وإذا بدك تبني مستقبلك ما تستني حدا، أنت ابني بحالك بإيدك. فما في حدا بيجي بقول لك تعالي أنا بحبك والله بدي أغيرك، لا أنت حبي حالك بالأول عشان تقدر تغيري. 100%. أنا بدي أشكر وجودك معنا، كل عام وأنتم بخير، ويعني كل التقدير لأمهاتنا، زوجاتنا، خواتنا، المرأة اللي دائما بنقدر دورها داخل مجتمعنا أكيد. والله يعني هيك من قلبي، الله يخلي لنا إياكم جميعا زي ما بنقدر نحكيها. ويسعد صباحك رايا، يعطيك ألف عافية، غلبناك اليوم معنا، وإن شاء لا الله لا لنا لقاءات قادمة عبر طقس العرب ونقاشات كثير إن بهاي شاء الله. القضايا. يسعد صباحك، شكرا لك. أهلا وسهلا يا أهلا، اهلا شكرا وسهلا. لك. اهلا اذا متابعينا ومشاهدينا الاعزاء، هيك كان حديثنا مع الناشطه في مجال قضايا المراه رايا المومني. ومره ثانيه بنقول كل عام وكل مراه بالوطن العربي والعالم بالف الف خير. هيك يعني احنا خلصنا مع رايا، ولكن ما زلنا مستمرين معاكم، راح نرجع من المراه الى الطقس ان شاء الله مع الزميل محمد الشاكر، وراح نحكي اكثر عن منخفض الخماسيني اللي راح ياثر خلال الفتره القادمه علينا. راح نروح ونرجع نكمل معاكم، خليكم معنا.